Thank you.
وشهداء قديسين عظماء على ممر التاريخ، وبداية من ملحمة شهداء الكنيسة من أيام الرومان لحد النهاردة، سيرة عطرة ونقية وقوية وشاهدة للمسيح له المجد. سيرة الشهيد العظيم رجاج السيرة جميلة، وفيها قوة وفيها شجاعة وفيها شهامة وفيها جراءة وفيها فتوى الشباب والرجال اللي بيشهدوا لإيمانهم بالمسيح. وكانت هذه القصة الجميلة مصدر وحي وإلهام على ممر العصور لكثيرين من المؤمنين أن يقدموا شهادتهم حية أمام المسيح، ومن لم يقدم شهادته بالدم قدمها بالحب وقدمها بالتضحية وبالبذل من أجل أنه هو يعلن إيمانه وحبه للمسيح إلهنا. عيد القديس ماريجرجس عيد جميل، وسيرته سيرة شهية وحلوة، والعالم كله كل العالم في الشرق وفي الغرب وفي كل مكان يعتز بهذه السيرة وهذا الاسم الجميل للشهيد العظيم ماريجرجس، أول الشهداء، أعظم الشهداء، أمير الشهداء وصاحب السيرة الطيبة الجميلة. كل عام وأنتم بخير من هذا الاحتفال الجميل والعشية الجميلة اللي عملناها للقديس ماريجرجس، بركته تكون معنا. أمين. شكرا. اسم الله والابن والروح القدس الآن واحد، أمين. النهاردة يوم جميل جدا، بتحتفل الكنيسة بعيد شفاعها القديس العظيم الشهيد ماريجرجس الروماني. بركة شفاعته تكون معانا. قديس ماريجرجس الروماني طبعا مشهور في كل مكان وفي كل بلاد العالم، وإحنا فرحانين أن كنيستنا باسم القديس ماريجرجس والقديسة ديميانا أمير الشهداء وأميرة الشهيدات. بركة شفاعتهم تكون معنا النهاردة. برضو يوم مفرح ومبهج لأنها يشرفنا نيافة الحبر الجليل أنبا أرسانيوس كوفنا المحبوب والأباء الكهنة اللي بيخدموا في هولندا، وفرحتنا كبيرة لأن ده عيد ماريجرجس وعيد تدشين الكنيسة الثالث، فدي فرحة لينا كلنا، كلنا فرحانين ومبسوطين، وربنا يا رب يفرح الكنيسة في كل مكان. وكنيسة كانت اتدشنت على إيد قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، وشاركوا في صلوات التدشين نيافة أبينا الأسقف الأنبا أرساني، ومعه أيضا بعض الأباء الأساقفة اللي كانوا موجودين. كان يوم مبهج، وإحنا طبعا اليوم ده مش هننساه، ويوم جديد للكنيسة في تدشينها وتكريسها، ودي بركة. والكنيسة إحنا فرحانين إنها كنيسة مدشنة وكنيسة فرحانة. ربنا يفرح الكنيسة في كل مكان، ويبارك في الشعب ويبارك في الشباب، وينمي الخدمة في كل مكان. وكل سنة وانتوا طيبين جميعاً.